Hi pupils, I'm back in this video in a new lesson, lesson 2, on page 72. Read and match. اقرأ وصل. الأولى حالنا إياها. He has black hair. هو لديه شعر أسود. هنا أنا هو لديه شعر أسود. Number 2. He is tall. هو طويل. راح ندور هنا بالشخصيات نشوف من هو الرجل الطويل. حرف الدي. إذن نوصل النقطة بحرف الدي. Number 3. She is small. She is small. هي صغيرة. عندنا هنا فتاة صغيرة راح نبحث عنها. Yes. نوصلها. Number 4. He is old. He is old. هو كبير يعني كبير السن. Old معناها كبير السن. نوصلها الحرف A. The last one, number 5. They are short. هم قصيرين. نشوف هنا وين عندنا جمع. هنا شخصان قصيران. راح نوصلها بالحرف E. اوكي او نكتب يمها حرف اي. اوكي الاكسرسايز اللي بعده. Listen and write the numbers. اصغي واكتب الارقام. راح نسمع اول شيء الاصغاء وياي اريدكم تسمعون جيد حتى تعرفون تحلون هذا الاكسرسايز. Track 68. Listen and write the numbers. 1. I am between my mom and my sister Dina. هاي الأولى محلولة عندنا. 2. I am next to my dad. Next to my dad. إذن هذا 2. 3. I am between Hardy and Grandma. إذن الجد number 3. 4. I am between Kareem and Dad. Between Kareem and Dad. إذن number 4 Mom. 5. I am next to Hardy. Next to Hardy الأب. Number 6. I am next to my brother Kareem. نانا دينا نقول بجانب أخاها. Number 6. 7. I am next to Grandpa. الجدة. Number 7. Next to Grandpa. Okay. فبتوين معناها بينه بين اثنين. Between بينه. Next to بجانب. Next to بجانب. Between بينه. Okay. Exercise on page 73. Complete. أكمل. Where is the cake? Next to أخذناها معناها بجانب. On. على. In. في. Between. بينه. يعني بين اثنين. under تحته ماخذيها سابقا. هذه هي حروف الجر. where is the cake؟ السؤال هو أين الكيك؟ it is فراغ the dining room. إنه شرح نكتب هنا the dining room معناها غرفة الجلوس أو غرفة المعيشة. فراح نكتب هنا in. It is in the dining room. في غرفة الجلوس أو المعيشة. Number 2. It is فراغ the table. المنضدة. Table يعني المنضدة. وين الكيك؟ فوق المنضدة. Excellent. شنو معنى على المنضدة أو فوقه؟ On. It is on the table.
Number three, it is فراغ the flowers. It is فراغ the flowers. Flowers الورود. الورود. راح نخلي هنا next to. Very good. Next to. بجانب الورود. The last one, it is فراغ the flowers and the juice. Between, very good. ليش اخترنا هنا between؟ لأن عندنا شيئين. لأن between أخذناها معناها بين اثنين. بين اثنين. فهنا راح تكون بين الورود and the juice والعصير. بين الورود والعصير. And that's it. Thank you. Goodbye.